الحمد لله الملك العزيز العلام الذي جعل القدس أول قبلة للإسلام، والصلاة والسلام على من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو معبد الخيار والكرام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين بذلوا جهودهم لإعلاء كلمة الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. أيها المنسفين العظام والأساتذة الكرام والطلبة، إنني لفرحان لأنني أتيحت لي الفرصة التي ألقي فيها بين يديكم بضعة كلمات عن موضوع قيم ما هو إلا مسؤولية الأمة الإسلامية في منع الفضائل المستمرة لليهود في القدس. أيها المسلمون، إن قضية فلسطين قضية إسلامية قبل أن تكون قضية عربية أو فلسطينية وطنية، والمسجد الأقصى المبارك يمر في أخطر اللحظات خلال هذه الأيام من تاريخه، فالقتل والتشريد وهدم المنازل والحصار الاقتصادي الرهيب والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ولم يجد من أمة الإسلام على امتدادها واتساعها من يصده ويرده. أيها المسلمون الأحرار، إن الدفاع عن المسجد الأقصى والتضحية من أجله واجب على الأمة المسلمة بشعوبها وأفرادها وعلمائها، واجب شرعي ولا يجوز التراجع عنه، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته والذود عنه، ولو بإرسال ثمن الزيت الذي تضيء به قناديله، كما جاء في حديث سيدتنا ميمونة ابنة الحارث رضي الله عنها قالت: قلت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام: أرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قلت: أرأيت من لم يكف أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال عليه السلام: فليهدي إليه زيتاً يفرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. أحبتي في الله، بداية الواجب على الأمة المسلمة تحرير فلسطين ومسجدهم الأقصى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. ويجب على علماء الأمة ودعاتها العمل الجاد على توحد المسلمين شعوباً وحكومات لتحقيق هذا الواجب الشرعي، ولا عذر لأحد إذا فرط غيره في هذا الواجب الشرعي، لأن الحكم الشرعي في من يتبع مع العدو الصهيوني أو يتعاون معه أمنياً أو سياسياً أو ثقافياً كما هو واقع اليوم هو كفر وفسق وضلال كبير، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيها الإخوة الكرام، إذا كان أطفال اليهود يقول بعضهم لبعض إلى اللقاء في القدس، فمن باب أولى كل مسلم عليه أن يقول إلى اللقاء قريبا في القدس محررا من رجس اليهود. ودعوة المسلمين اليوم أن يهبوا لإنقاذ مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه بكافة الوسائل بعد أن دنسه المحتلون، وهذا واجب عقدي وديني، بأن الأقصى جزء من ديننا، جزء من عقيدتنا، جزء من آيات القرآن الكريم. ويجب على كل مسلم لديه قدرة مالية أن يبذل المال للنفقة على المرابطين فيه الباذلين أنفسهم في سبيل الله لأجله. ومن كان عاجزا عن فعل مما ذكرت آنفا أن يقوم ببذل الدعاء لله تعالى أن يهيئ لفلسطين من يحررهم، وأن يطهر فلسطين منهم، وأن يبذل الله كيد يهود، لأن الدعاء سلاح المؤمن. فيا أمة الإسلام، المسجد الأقصى يهان وإخوانكم يظلمون، فماذا أنتم فاعلون؟ والله لن تنالوا خيرا حتى تعتصموا بحبل الله وتتحدوا تحت راية الإسلام
وتكونوا كآبائكم وأجدادكم الذين غيروا مجرى التاريخ، وتعلنوا النصرة القدس على رؤوس الأشهاد، كما قال الشاعر: فلسطين يا كعبة العالمين ويا مهبة الوحي والمرسلين، نفدي حماك بأرواحنا فنحن الأسود وأنت العدين.